السلام عليكم أحبائي حبيباتي، اليوم إن شاء الله مع حلويات أم محمد جبت لكم إعادة لوصفة بديل نوتيلا بطريقة المايونيز. صراحة كنت نزلت الفيديو المرة الماضية وجات وصفة رائعة بشهادة بعض الأخوات اللي جربوها وقالوا لي جاتنا وصفة رائعة نصحت لنا منهم مراجي رياض وإكرام يويو، ذكرت اسمهم باش يأكدوا كلامي. هذه هي نوريكم الوصفة تاع المرة الماضية، يتعقلوا عليها. هذه هي كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام، والله جات وصفة رائعة وبنينة. وغادي تقولوا لي وعلاش عاودتي الفيديو؟ في التعليقات جبرت أغلبية المشتركات تنصحوني وقالوا لي إذا زدتي لهذه الوصفة شوكولاتة بلات دائبة رايحة تولي لك وصفة بنينة وقوام رائع. وانا دائما نبغي نعطيكم الوصفه اللي تكون رائعه، يعني كيما نقولوا الوصفه تاعي رائعه ولكن الوصفه بنصيحه الاخوات اروع، ونعطيكم بطبيعه الحال الوصفه الاروع. هذه هي اللي جربتها بنصيحه الاخوات كيما راكم تشوفوا، نطلع لكم. هذه هي شوفوا كيفاش تجي، هذه رايحين نديروها اليوم. انا عجبتني كي زدتها الشوكولا، جاتني احسن من الوصفه تاعي، وحتى انا نتعلم منكم. الاخوات اللي نصحوني منهم ام مروان الشام، اميره الورود، اللي عطتني وصفه بشوكولا بودره، دوك نجربها ونمدها لكم ان شاء الله. ومونا بنت، هادو نصحوني وقالوا لي زيدي فيها الشوكولا. وبغيت نقول لكم كذلك ملاحظه، هاد النوتيلا او هاد بديل النوتيلا ما نستعملوهمش باش نلصقوا الصابلي، كانوا بزاف سالوني، ما فيهاش مواد حافظه وفيها نسبه حليب، يعني الصابلي تاعنا ما رايحش يدوم بهاد اذا لصقناه بهاد النوتيلا، وتقعد اسبوع في الثلاجه. انا راهي قاعده هادي نهار اللي درت الفيديو تقريبا اسبوع، هادي مازال ما لحقهاش الدور باش ناكلوها من كثرة يعني غير نجرب في الوصفات كما راكم تشوفوا. انوليكم جربت هادي وجربت هذه كما قلت لكم، واللي تعجبني وتنجح لي راني نمدها لهم كما راكم تشوفوا. وكذلك هذه كما راكم تشوفوا، وان شاء الله هذه المره تنال اعجابكم. هما الاثنين والله وصفتين رائعتين، ولكن انا درت بالنصيحه تاع الاخوات عجبتني هذه. ونروح نشوفوا الطريقه والمقادير. اولا نذوب هنا 100 غرام شوكولاته بلات بذوق الحليب، ثم خيروا النوعيه اللي تعجبكم، خيروا حاولوا النوعيه اللي تكون مليحه. انا درت هذه امباسادور شوكولا اولي توزن 100 غرام، نذوبها فوق حمام مائي. وبغيت نقول لكم بالنسبه اللي عندها هذا البغا ميكسور تقدر تستعمله، واللي ما عندهاش تستعمل هذا البلندر الغراف، هذا يعطيها نتيجه رائعه. وكذلك بغيت نقول لكم بالنسبه للكوب اللي نستعملهم اغلبيتهم يوزنوا من السوائل 200 مليلتر، هذا يوزن 200 مليلتر تاع السوائل، يعني هذه 200 مليلتر تاع الحليب. ونروحوا بسم الله للطريقه والمقادير. عندي هنايا كوب تاع سكر ناعم، كوب سكر ناعم راني مغربلتهم. عندنا نصف كوب كاكاو، كانوا سالوني بزاف على الكاكاو، هذا كاكاو لون فاتح، كاكاو مر لون فاتح، انا نشري غير تاع الميزان ويعطيني ذوق رائع. نتوما شرو وشموه، اذا كان فيه ذوق رائع وبنين استعملوا هذه النوعيه، ما تستعملوش هذه النوعيه تاع الكاكاو، هذه درجه ثانيه وكاين درجه ثالثه داكنه على هذه، ما تستعملوش هذا اللون. شوفوا هذا اللون كيفاش داير، يكون داكن ما يعطيش ذوق شباب للوصفه تاعنا. اما الدرجه الداكنه ما تستعملوهاش، انا ما نستعملش ابدا هذيك الدرجه الداكنه، فيها ذوق مر بزاف. اذا نص كاس تاع كاكاو فاتح اللون.
ونزيدوا عليه كوب تاع حليب. الحليب هذا خرجته من الثلاجة، راح مغلي وخرجته من الثلاجة باش نتأكدوا انه صالح. ونزيدوا عطر البندق، اللي عندها عطر البندق تدير، واللي ما عندهاش معليش الذوق تاع الشوكولا يكفي. نديروا حوالي مغرف صغيرة تاع عطر البندق، كاين هاد النوعية لون فاتح، وكاين هادي اللي نعمروها في القارورة تاني تعطي ذوق رائع. اللي عندكم استعملوه، وإلا ما كانش معليش ما تستعملوش. رشة الملح هنا غير غرامات صغار، رشة الملح تثبت لنا الذوق وتخرج لنا الذوق تاع الوصفة. ودرك نبدا نخلط شوية هاد المقادير. هنا خلط غير شوية باش الغبرة ما تطيحش عليا. ودرك نزيد 100 غرام تاع الشوكولا الدائبة بهذه الطريقة. ونبدا نطلع في هذا الخليط حتى يتجانسوا المواد مع بعض. هنا خلطت هذا الخليط واحد دقيقة. ودرك نبدا نضيف في الزيت بالتدريج. هنا ما تندهشوش من كمية الزيت، عندنا كوب تاع زيت. والله مرة شريت كيما قلت لكم المرة اللي فاتت، شريت علبة تاع نوتيلا وخليتها هنا فوق البوطاجي، وانا هنا عندي الشمس تضرب، كان وقت الصيف، والله دابت ولت نسبة الزيوت اكثر من نسبة تاع الشوكولا، ولت غير شوية تاع الشوكولا والشي الاخر كل شيء زيوت. يعني الوصفة الاصلية فيها نسبة الزيوت كبيرة. هنا اخواتي شوفوا الخليط كيفاش تقال، خلطته واحد دقيقة، هذه الشوكولا بردت وتقال شوية. هنا نبدو نضيفو في الزيت غير بالتدريج، ضروري بالتدريج، لو كان تضيفوها مرة واحدة رايحة تفسد لكم الوصفة. يعني قلنا طريقة تاع المايونيز، والمايونيز نطلعو الزيت غير بشوية، غير بالمغرف بهذه الطريقة. ندير غير شويه في الاول ونخلط، ونعاود نزيد مغرف ونخلط حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. كيما راكم تشوفوا كملت كامل كميه الزيت، دخلتها بالتدريج. ودرك نديره في بوكو كيما هكا زجاجي، بوقال بهذا الشكل. لكن بغيت نعرف شحال عطاتني تاع الميزان، رايحه نجرب لكم شحال عطاتني تاع الميزان. نحط هاد البقال هنا باش يبدا لي من الصفر. ودرك شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، يكون سائل نوعا ما، ولكن لما ندخلوها للتلاجة رايحة تتماسك وتعطينا قوام رائع. شوفوا اكثر من 500 غرام، عطتني كمية معتبرة واقتصادية. والله حسبت لها عطتني تقريبا 11000، يعني تقريبا 100 دينار عطتني هذه الكمية 500 غرام و70. ودرك نخليها تدفى تبرد، يعني هذا الخليط راه دافي، ضروري نخلوها تبرد باش هذا البخار اللي يطلع، إذا غلقنا عليها البخار رايح يقعد هنا ويولي قطرات وينزل لنا على الشوكولا، والشوكولا تحمض كما تعرفوا، ما فيهاش مواد حافظة وفيها نسبة الحليب. تبرد نغلق عليها وندخلها للثلاجة ونشوفوا القوام النهائي تاعها. وهذا هو بديل النوتيلا أو شوكولا الطلاء بعد ما خليتها في الثلاجة وتماسكت. نوريكم كيفاش يكون القوام. هذه هي النوتيلا بطريقة المايونيز، شوفوا كيفاش يكون القوام كما راكم تشوفوا، رائعة، وصفة رائعة. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله الى وصفة تانية، وصفة اخرى من سلسلة النوتيلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.